أرى في الليل عند نومي، يقول وأقوم فزعا جراء ما أشاهده، يقول أرى عقارب وقطط سوداء ونحو ذلك. عليك بقراءة آية الكرسي عند النوم فستذهب عنك بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول مات، وأيضا اقرأ ثلاث السور الإخلاص والمعوذتين في كفيك، يعني اجمع كفيك كذا واقرأ فيهما ثلاث السور، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم امسح بها ما أقبل من جسدك كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وسيذهب عنك ما تكره في نومك. نعم.